عليكم ورحمة الله وبركاته. كندل لنشر الكتب على منصة أمازون. دايما يا شباب لما بتسألوني الإعلانات نعملها فين، طبعا انتوا عارفين الرد بتاعي ان انا دائما بشجعكم ان انتم تعملوا إعلانات لكتب كندل على منصة أمازون، ما نروحش مكان بعيد. لكن حقيقة النهاردة حبيت أفرجكم على حاجة تانية. هذا الكتاب اللي هو كتاب رقم 5 المشهور المعروف I am confident, brave and beautiful. أنا لقيت أن هذا الكتاب من أسرار انتشاره ونجاحه وأن هو يعني واصل لهذه المرتبة أن هو يكون رقم 1 في الساب كاتيجوريز بتاعته، يكون رقم 35 بشكل عام. أكيد هناك أسباب أخرى مش كده، تتفقوا معايا في ده؟ أكيد مش كل الإعلانات هتكون على أمازون. حبيت كده أتتبع الموضوع، لقيت أن هم فعلا بيعملوا إعلانات فين، ده اللي احنا نعرفه في هذا. طيب نسمي الله نشوف بقى الإعلانات بتاعتهم في أي مكان آخر. أول حاجة أنا هاخد الاسم هنا، ده اسم الناشر اللي هو هوب سكوتش جيرلز. هاخد الاسم ده وهروح على الفيسبوك وهكتب الاسم ده، هكتشف أن هناك صفحة لهذا الناشر. طب احنا عايزين نعرف بقى هل هناك إعلانات لهذا الكتاب وطبعا كتب أخرى، يعني هذا الناشر ما بقاش عنده كتاب واحد، لا بقى عنده أكتر من كتاب، وهنتفرج دلوقتي على هذه الكتب. هل ده إعلان ولا مش إعلان؟ طبعا أنا هنا من خلال وجودي على الصفحة ذاتها ما يبانليش أبدا لو كان هناك إعلان ولا لا. أعمل إيه بقى؟ أنزل تحت شوية، أجي هنا على اليمين، هنزل على حاجة اسمها Page Transparency، وأي حد فيكم يقدر يلاقيها ببساطة. ولو الفيسبوك بتاعك بالعربي هتكون بهذا الاسم شفافية الصفحة، بمعنى أصح أن الفيسبوك حابب أن يكون كل شيء بمنتهى الشفافية ومش عايزين يخبوا اي شيء على الناس. اهي الصفحة دي لو بتعمل اعلانات هتعرف، لو ما بتعملش برضو هتعرف. اذا من النظرة الاولى بيبان ان هذه الصفحة تم انشاءها في 2016، ماشي يعني بقالهم 4 سنين. الصفحة دي اللي بيديرها حد من الهند وحد من امريكا. طيب انا عايز اعرف هل بقى في اعلانات ولا لا، هضغط على سي مور، هيقول لي تحت هنا This page is currently running ads، يعني ايوه هذه الصفحة عاملة اعلانات. عايز اشوف بقى ايه هي الاعلانات، عددها كام، والتفاصيل بقى كلها من البداية الى النهاية. اضغط على Go to Ad Library، هي دي الصفحة اللي انا عايزها، وهو ده الدومين اللي انا عايزه، وهو ده اللينك اللي هو facebook.com/ads/library. هيقول لي بقى هنا كل التفاصيل اللي انا عايزها. اول حاجة هذه الصفحة عاملة 9 اعلانات، دي رقم 1. طبعا طالما هنا باللون الاخضر يعني هذا الاعلان شغال حاليا اكتف، زي ما انتم شايفين اهو الاعلانات 1 2 3 4 5، وهنا في الاعلان ده ليه 4. كل طالما الاي دي بيختلف يبقى ده باعلان مختلف وببادجت مختلفة. هرجع تاني، اذا هي دي الاعلانات اهو زي ما انتم شايفين. انا بقى حابب اتفرج اخد فكرة لو انا حابب اعمل لكتابي اعلان اشوف التفاصيل. في البداية هنا بيبقى فيه كلام اهو مكتوب، وبعد كده بيبقى فيه صورة طبعا، وتحت بيبقى فيه اللينك، وهنا في ناس بتختار شوب ناو، في ناس بتختار ليرن مور على حسب انت عايز ايه. هنا هي بتختار كل شوب ناو، طبعا هي هنا عاملة فيديو، يعني انا ضغطت هنا اهو عاملة فيديو. اذا عرفت ان هذا الكتاب اللي مبيعاته ما تتخضوش يا شباب، اللي هي بتصل العائد الشهري بتاعها يعني ل 108,000، ده لأمازون. ولي اذا عرفنا ان هناك فعلا طريقة اخرى ممكن اتبعها، وهي دي الطريقة اللي انا ممكن استخدمها لكتبي. حابب بقى التفاصيل كلها زي ما انتم شايفين اهو، بيبان لك كل حاجة، جميع التفاصيل، سي ديتيلز، تيجي هنا تلاقي جميع التفاصيل. حتى الناس اللي بيديروا هذه الصفحة بعرف ان هو واحد من الهند وواحد من امريكا. انتوا عارفين الفيرتشوال اسيستنت لما بيكون من بره امريكا بيكون ارخص بكتير. عدد المتابعين، اللايكات، كل حاجه بشفافيه. حتى لو حابب اشوف هل الاعلان ده موجود بره امريكا ولا لا، اختار اول، لا هم نفس التسعة. طبعا زي ما انتوا شايفين 9 اعلانات، لكن في ناس بتعمل والله بالالف، زي مثلا كيفن ديفيد، ده حد انا متابعه من زمان في مجال الاف بي اي. كيفن ديفيد عامل 2800 اعلان. نرجع لموضوعنا، يبقى انا عرفت ان هناك فعلا ناس بيعملوا اعلانات مش بس على امازون ولكن على اماكن اخرى. انا شخصيا بعمل اعلانات على الفيسبوك، وطبعا هناك ادوات بتساعدني على ده، زي مثلا ادفيرت سويت، زي بيج سباي ببلاش يا شباب، اشتركوا في بيج سباي بيبقى ليك عدد معين. هنا لو جينا على برايسنج
اهو ليك 10 مرات في اليوم، انا ما شجعكمش ان انتم تشتركوا في هذه الخدمة بفلوس، لا فقط لا غير، بيج سباي ببلاش. حتى ده انا شاريه وغالي شوية، بس انا برضو مش بنصحكم تشتروه. مش كل حاجة اقول لكم اشتروها، يعني هناك اشياء انا نصحت ليكم ان انتم ما تشتروهاش. مثلا الباور اد سباي انا باخد الخدمة المجانية بتاعته، وبعد كده خلاص محدش يشترك لان ده غالي جدا، ده تقريبا ب$50 في الشهر. حابب تجرب، جرب برضو الخدمة المجانية بتاعتهم، تقريبا 10 ايام ليك 100 عملية بحث سيرش، وبعد كده سيبه بقى. يبقى مش مهم. عندكم بيج سباي ده ببلاش، وعندكم بقى facebook.com/ads/library، ده اللي انتوا تيجوا هنا تكتبوا اي لو جيت جيت هنا برضو كتبت له توني روبنز، ده طبعا من الناس المشاهير روبنز جدا، اهو عامل 120 اعلان فقط لا غير. هي دي الطريقه، انا مش هيديني كل التفاصيل اللي حاجه زي باور اد سباي هيديها لي، لكن ما تنسوش ان دي خدمه مجانيه بتقدمها الشركه ذاتها، شركه فيسبوك، وايضا بيج سباي ليكم عدد زي ما قلت 10 مرات يوميا. ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. يبقى خلاصه هذا الدرس ان هناك من الكتب الناجحه جدا زي I am confident, brave and beautiful بيعملوا اعلانات مش بس على امازون ولكن ايضا على الفيسبوك. ده اللي انا بس حبيت القي الضوء عليه يا شباب، وان شاء الله بكره بقى اكلمكم عن قصه نجاح لهذه الفتاه الهنديه. هي من اصل هندي لكن هي عايشه في امريكا، وكانت على فكره بتشتغل في سيليكون فالي، المكان في كاليفورنيا اللي هو فيه جميع شركات التكنولوجيا كلها والسوشيال ميديا وجميع الشركات المعروفة زي جوجل والفيسبوك وكندل وأبل، يعني جميع الشركات. اللي أنا عايز أقوله، هذه الفتاة عملت تقريبا قرب 400 كتاب، ما نجحش منهم إلا عدد قليل جدا. صبرت وكافحت لحد ما عدد من الكتب، أي نعم مش كبير، هو اللي نجح، وبعض هذه الكتب حصل على البيست سيلر بادج، أكلمكم عنها إن شاء الله بكرة. قصة كفاح ونجاح نتعلم منها، ناخد منها العبرة وناخد منها الحافز كده ان احنا نشتغل ولا نيأس ابدا. حد كان بعت لي من يومين، والله زي ما بحكي لكم، بيقول لي انا عملت كتابين وانا ما بعتش اي حاجة، انا يعني بدأت افقد الثقة في هذا المجال، كتابين تخيلوا، ومن غير ما نحسن اللغة بتاعتنا كمان، وبيبقى عندنا اخطاء قد كده بنزعل ان احنا ما بعناش اي حاجة بعد كتابين. اتعلموا من هؤلاء الناس المكافحين بجد في هذا المجال، 400 كتاب تقريبا، يمكن عشان اكون دقيق 372 كتاب، ما زبطش منهم الا يمكن اقل من 10 كتب، هم دول اللي زبطوا معاها في النهاية. نتعلم بقى منها ان شاء الله. بكرة اتكلم معاكم عن هذه السيدة والحاجات اللي انا كنت قايل اتكلم عنها قبل كده، اتكلم برضو عنها ان شاء الله، فانا مش ناسي الحاجات اللي انا كنت قايل عليها ان انا ان شاء الله اكلمكم عنها. ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. شكرا لكم، ولا تنسوا ان ناسب الناس ومن يعن يعن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.